كارت الـ RTX 5050 نزل، بس قبل لا ينزل الكلام كان عنه واضح. هل كارت المفروض أن الكل يكرهه لأنه يمثل جشع الشركات بحذافيره بسبب سعره؟ بس هل إحنا المفروض أن يكون عندنا نفس الرأي؟ يمكن، بس إحنا ما بنقول رأينا إلا بعد ما نجربه. بس قبل لا نجربه بخليكم مع رسالة من راعينا الرسمي. هذا الفيديو برعاية متجر حاسوبي، المتجر متخصص في تجميع أقوى أجهزة الكمبيوتر مبنية باحتراف على يد مهندسين خبراء في تجميع البي سي وتجميعات تم عرضها في أكبر الحسابات العالمية مثل جيجا بايت، إنزي إكس تي وزوتك. الحين صار يوصل لجميع دول الخليج مثل السعودية، الإمارات، قطر والكويت. زوروا موقعنا واختاروا تجميعاتكم المثالية اليوم. انفيديا أعلنت عن الـ RTX 5050 قبل أقل من شهر. هالكارت يجيب معمارية بلاكويل مع 8 جيجا فيرام واستهلاك طاقة 130 واط. مبدئياً الكارت مواصفاته مو بسيئة، بس لين تشوف السعر هالكارت يجيب 249 دولار أو 95 دينار بحريني أو 950 ريال سعودي، وهالسعر ما يفرق كثير عن الـ RTX 5060 اللي يجيب 300 دولار. فيعني هالكارت أرخص من الـ RTX 5060 بـ 16% بس. وعشان يكون منطقي أنك تشتري هالكارت، فالمفروض انه يكون ادائه اسوء من 5060 ب 16% او اقل. فمن كذي بنعطيه تجربه. خذنا نسخه التوين ايج من زوتك لانه براند ممتاز ومعروف ان ادائه ثابت. الكارت نفس ما تشوفون اي مع مروحتين ومنفذ طاقه يستخدم ال 8 بن. هذا شيء زين، يعني انك ما تحتاج ادابتر او اي شيء. وبالنسبه للمنافذ هالكارت اي مع 3 منافذ ديسبلاي بورت ومنفذ واحد HDMI. مراجعتنا لهالكارت تمت الجهاز مختبرنا اللي هي مع رايزن 7 9800X 3D 46 جيجا رام، ماذر بورد جيجا بايت اورس ماستر، وNVMe بسرعة 14800 من كينغستون. عندنا فيديو ثاني يتكلم عن مواصفات جهاز المختبر وشلون احنا اخترنا هالمواصفات، بس اغلب الظن هذا الفيديو بينزل قبل لا ينزل ذاك الفيديو، فخلكم معنا. والحين نروح حق النتائج. اول شيء اختبرنا حرارة الكارت من خلال الضغط، وكالعادة قارناه مع الكروت الثانية. كارت الـ RTX 5050 سجل متوسط حرارة 59 درجة سيليزية ووسط أقصى شيء لـ 56 درجة. هذه الحرارة تعتبر طبيعية، بس مقارنة بكروت AMD الجديدة مثل الـ RTX 9060 XT أو حتى الـ RTX 9070 XT نلاحظ أن كروت AMD تبرد أفضل وتشتغل بدرجة حرارة أقل. أما بالنسبة لاستهلاك الطاقة، فشفنا أن الـ RTX 5050 يستهلك بس 133 واط تحت الضغط، وهذا يعتبر منخفض مقارنة بباقي الكروت. وللمقارنة الـ RTX 5060 يستهلك 155 واط، والـ RTX 5080 يوصل لـ 347 واط. أما بالنسبة لتجاربنا، فاستخدمنا 3D Mark كبداية عشان نراجع أداء الكرت بشكل عام، وهذا يعتبر فحص شامل ويعطي تقييم عام. نتيجة الـ RTX 5050 رجعت ب 10188 نقطة، وهي النتيجة الأقل من بين كل الكروت اللي راجعناها، ويمكن هذا شيء طبيعي لأنه هو الكارت الأرخص. إن هالكارت يكون النتيجة الأقل مو بهو المشكلة، وهذا شيء متوقع. بس إذا تحسب فرق الأداء، فالـ 5060 أقوى من الـ 5050 بتقريبا 40%. بداية غير مبشرة. أما في الألعاب، فاختبرنا الجهاز في ألعاب مختلفة، والنتيجة كانت أن في Call of Duty هالكارت أعطانا 58 فريم على أعلى إعدادات. هذه التجربة كانت بدقة الفول HD وبدون أي فريمات مزيفة ولا تتبع أشعة. أما إذا شغلنا DLSS فالفريمات ارتفعت ل 84 فريم على نفس الإعدادات، بس على 2K فحصلنا 38 فريم على الألترا وبدون DLSS، وتقريبا 58 فريم مع DLSS، وهي اقل بوايد من تجربتنا للـ RTX 5060. في لعبة فورزا حصلنا 98 فريم على الفول HD، وهاي النتيجة كلش مو سيئة، ومع الديل اساس وتتبع الاشعة فزاد فريم واحد بس. الفرق القليل هذا يمكن بسبب انه شغلنا تتبع الاشعة، فممكن هذه اثر على الاداء. اما نفس اللعبة على 2K فاعطتنا 85 فريم بدون ديل اساس وريت ريسنج، و80 فريم مع الديل اساس والريت ريسنج. وعقبها رحنا حق لعبة سايبر بانك. اما في لعبة سايبر بانك فحصلنا 77 فريم على الفول HD، والأداء ذي نزل لـ 49 فريم إذا شغلنا تتبع الأشعة أو الري تريسنج والDLSS اللي بالعربي فريمات مزيفة. على 2K اللعبة عطتنا 64 فريم بس، ومع الDLSS والري تريسنج حصلنا بس 32 فريم. بشكل عام واضح معاناة هاي الكارت مع أي لعبة فيها تتبع أشعة، والفرق بينه وبين الـ 5060 واضح في بعض الألعاب مثل Call of Duty اللي يوصل فيها لأكثر من 40%. بس في ألعاب ثانية مثل فورزا كان الفرق أقل من كذي، لكن بعد ما يبرر الـ 16% فارق في السعر. وطبعا شيء ما يحتاج نقوله، هالكارت ما يصلح ابدا عشان تلعب فيه على 2K، واذا بتاخذه بتكون عشان تلعب فيه بدقه الفول HD بس، وهاي شيء طبيعي لان هاي الكارت اصلا مستهدف الفول HD. بس اذا كنت بالجهاز حق شغل احترافي فبعد احنا ضبطناك وجربنا لك اياه في اكثر من برنامج،
في 3D Max حصلنا تقييم 110 نقطة مقارنة ب 136 نقطة حق الـ RTX 5060. الغريب في الموضوع هنا أن عكس التوقعات كانت الـ RX 9060 XT من AMD كان أفضل من الكروت الـ 5060 والـ 5050 من NVIDIA. في برنامج مايا الكارت حصل 430 نقطة وهو الأخير في قائمتنا بعد الـ RTX 5060 بـ 546 نقطة. أما في برنامج SolidWorks فالكارت حصل 230 نقطة في فحوصاتنا مقابل 299 نقطة حق أقرب منافسيه اللي هو الـ RX 9060 XT. المفاجأة كانت في برنامج بريمير برو، الكارت أدى بشكل ممتاز وياب نتيجة أفضل من الـ RX 9060 XT وتقريباً نفس نتيجة الـ RTX 5060. في دافنشي ريزولف الكارت جاب 7440 نقطة بعد الـ RX 9060 XT بـ 7600 نقطة. اما بلندر فاداء الكرت تفوق بشكل كبير على كروت AMD، بس واضح ان كروت انفيديا مصممه بشكل ممتاز لهالبرنامج بالتحديد. ال RTX 5050 ياب 2800 نقطه تقريبا اللي هي ضعف ال 9060 XT من AMD ومتساوي مع ال RX 9070 XT اللي عاده سعره بيكون اضعاف ال RTX 5050. واخيرا جربنا اداء ال RTX 5050 في الذكاء الاصطناعي باستخدام نموذج الديب سينك R1 8B، والكارت ذي حقق 46 توكن في الثانية فقط وهو أداء محدود مقارنة بالـ RTX 5060 والـ RTX 5080. بعد كل هذه التجارب نقدر نقول أن كارت الـ RTX 5050 ما كان كارثي، بس ما يستحق السعر اللي نزل فيه. فرق الأداء بين الـ 5060 والـ 5050 كبير، وفي بعض الاستخدامات يوصل لأكثر من 40%، بينما السعر فهو أرخص بـ 16% فقط، وهالشيء ما يخلي الصفقة مغرية. إذا كنت ناوي تلعب على الـ Full HD وبدون تتبع أشعة وما تبي تصرف كثير فالكارت ممكن يخدمك، بس بمجرد ما تطمح لأداء أعلى فالكارت هذا بينهار. أما إذا كنت مهتم بالبرامج فالكارت بيعطي أداء مقبول في بعض البرامج مثل بلندر وبريمير، لكن في باقي التطبيقات كان في تفوق واضح حق الكروت الثانية. فالخلاصة هالكارت ما نقدر نمدحه، لكن ما كان سيء تماما، وهو ببساطة ما قدم القيمة مقابل السعر. فنصيحتنا وفر شوي وخذ لك الـ RTX 5060 أو حتى تشوف لك خيارات ثانية من AMD إذا كنت تبي شيء أقوى وبنفس السعر. وهذه كانت نهاية مراجعتنا لكارت الـ RTX 5050. كتبوا لي في الكومنتات تحت عن رأيكم فيه وأي كارت تبون نراجع لكم إياه في المستقبل. وحاليا عندنا تجميعة جاهزة مع كارت الـ RTX 5050 تقدرون تطلبونها من موقع حاسوبي. وفي أمان الله ومع السلامة.